السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير هانين. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، واللي كيشوف هذا الفيديو يكون احواله طيبه، واللي اول مره كيشوف الفيديو يضغط على سبسكرايب باش ان شاء الله ديما يوصلوا جديد، ويضغط على الجرس باش ان شاء الله ديما يوصلوا الفيديوهات ديالي. وجيم ما تنساوهاش. اليوم ان شاء الله نقدم معاكم حلوى اقتصاديه سهله سريعه، ما يمكنش تشوفوها وما تجربوهاش. خليكم معايا مع المقادير. ودابا ندوزو المقادير. نحتاجو 3 البيضات، ونحتاجو كأس من السكر العنبة، ونحتاجو كأس من الزيت المائدة، وفانيليا وحدة، وباكية بيكنج باودر يعني خمارة الحلوى، والدقيق يبقى على حساب الخليط. وتابع البنات على بركة الله. نضيف البيض والزيت، ونضيف سنيدة، سكر، صافي، ونسجم الخليط مزيان حتى كنحس بيه نسجم ليا. صافي، ونبقى غادا بهاد الطريقه حتى نسجم ليا الخليط مزيان، وعاد نضيف خماره وفاني والدقيق. ودابا شو نساج الخليط، ودابا نضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق البنات كيف قلت لكم على حساب الخليط، خاصها تجينا رطبه وهشيشه، ما تجيش قاسحه. اي حلوى البنات خاصها تجي هشيشه ورطبه. صافي البنات، غنبقى عاوتاني غادا بهاد الطريقه هادي حتى عاوتاني ينسجم الخليط العجين. صافي، وخليكم معايا. كما كتشوفوا البنات، جمعت العجين ودرت عليها السلوفان، غطيتها شويه وخليتها واحد 5 دقائق، عاد شويه 5 دقائق تخليها، وعاد تبدا ان شاء الله في الشكل ديالها. صافي، نحيد لها السلوفان. البنات العجينه خاصها ضروري تكون رطبه، ضروري رطبه. كيف قلت لكم تخليوها 5 دقائق، تغطوها بالسيلوفان وتخليوها، وعاد تبداو الشكل. صافي البنات، هذا هو الشكل اللي ندير كما كتشوفوا معايا بحال هكا. كيجي طويل بحال هكا. كتشوفوا البنات الشكل كيفاش كندير ليه. غنخدم معكم شي وحدين. صافي البنات، غنبقى غادا بهاد الطريقة هادي.
كما كتشوفوا وهنا استفدت الحلوى شفتوا. دابا ان شاء الله ندخل الفران على درجه 150. انا ديما البنات اي حاجه كنبغي يا كيكه يا الحلوه كندير الدرجه على 150. علاش؟ باش كطيب ليا على خاطرها وما تحرقش وكتجي هشيشه. صافي كما شفتوا معايا ودابا ان شاء الله ندخلها الفران وخليكم معايا حتى الاخر ان شاء الله. دابا ندوزو للسقوه اللي نسقو بها الحلوه. ناخذ 3 المعالق كبار من الكاكاو، 3 المعالق كما كتشوفوا، ونحتاجو كأس ونصف من الحليب، كأس ونصف من الحليب. كما كتشوفوا ضفت الحليب، كأس من الحليب، ونزيد نصف كأس من الحليب. كتشوفوا على داك المقدار اللي وريتكم، صافي. ونضيف 3 معالق كاكاو، يعني معالق كبار كما كتشوفوا، وسكر البنات كيبقى الخيار ليكم. انا ندير غير معلقه واحده، واللي عزيز عليه يعني الحلاوه يمكن لي يدير جوج معلقتين يعني كبار ديال السكر، اما انا ندير غير معلقه واحده. صافي وناخذ طراب اليدوي ونبقى نطرب بحال هكا حتى ينسجمنا عاوتاني الخليط ديال الحليب والكاكاو والسكر مزيان، ونخليهم يغلاو. ما نحس بهم يعني يبدا كيغلى نطفي عليه، وديريكت من نخرج الحلوه من الفران باقا سخونه ارميها في السقوه نيشان ديريكت باقا سخونه الحلوه. هذه البنات هاد السقوه خاصكم ديروها من تخشيو الحلوه في الفران ديريكت تصايبوها باش كتكون شويه بردات. صافي البنات وانا خرجت الحلوه كما كتشوفوا، شفتوا كي خرجات. شوفوا البنات صافي كيف قلت لكم ديريكت من خرجتها من الفران نديرها في السقوه. صافي ابقى غاده بحال الطريقه هذه، هشيشه البنات جات هشيشه هشيشه سهله سهله، ما كتطلبش منك الوقت. صافي ابقى غاده بهذيك الطريقه. غير انا البنات درت طنجره صغيره، كان عليا ندير طنجره كبيره باش تقدني، انا درت طنجره صغيره. المهم البنات كما كتشوفوا انا بديت كنحرك الطنجره باش الحلوى يدخل مع السقوه كما كتشوفوا. انا درت المشكل ديال الطنجره صغيره، ودابا نهزها بالصفاي انا البنات كيف قلت لكم نزينها بالكوك، الكوك كما كتشوفوا، وابقى نهزها بالصفاي الحلوى، نهزها بالصفاي بحال هكا ونحط في الطبسيل وانا كنبقى بشويه الشوكولات
مع اختكم عزيزة على الشوكولات، وبقى غدا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا نمرمدها صافي. وحتى الاخر عاتي البنات واعره واعره بزاف، كنتمنى ان شاء الله تجربوها سهله، ميمكنش ما تجربوش هذه الحلوه هذه، ناجحه 100% والله ناجحه. وهاي الحلوة ديالنا وجدات، كنقدمها لكم ان شاء الله بالصحة والعافية، وباش كتمنوا ان شاء الله كما كتشوفوا معايا شفتوا المنظر ديالك بزاف الاخر. شوفوا كتجي رطبة هشيشة، يلا السلام عليكم وحتى الفيديو ان شاء الله ديالي. وما تنساوش لايك 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 وكومنتير، ولا عجبكم الفيديو لايك والتعليقات. السلام عليكم، خليكم راحه حتى الفيديو الجاي.